خبر مؤسف اليوم عن الشيف المصري علاء الشربيني، ادعوا له وشاهدوا صور زفافه بحضور الفنانة فيفي عبده. الكشف عن مرض الشيف المصري علاء الشربيني الذي قد يتسبب في بتر القدم. خضع الشيف علاء الشربيني لعملية جراحية دقيقة بإحدى الدول الخارجية، وذلك للتغلب على آلام قدمه التي طاردته على مدار الأسابيع الماضية، واستمرت العملية لخمس ساعات متتالية وتمت على خير، وسيأخذ الشيف الشاب فترة نقاهة قبل أن يعود لعمله. وكشفت مصادر صحفية عن معاناة الشربيني من انسداد في الشرايين، مما صعب من وصول الدماء إلى القدم، وهو ما جعله يخضع للعملية المذكورة. ويذكر أن مرض انسداد الشرايين يساهم في صعوبة وصول الدم إلى جسد المصاب، مما يتسبب في السكتات الدماغية والقلبية وقد يؤدي للبتر. وقضى الشيف علاء الشربيني خمس ساعات متتالية داخل غرفة العمليات أمس بإحدى المستشفيات الخارجية لإجراءه عملية جراحية دقيقة بالساقين، حيث كان يعاني من انسداد في الشرايين أدى إلى استئصالها وتغيير في الأوعية الدموية، وما زال تحت الملاحظة داخل المستشفى، ومن المفترض أن يخرج من المستشفى بعد يومين حسب تقرير الأطباء له. وقالت زوجته إنه كان يعاني من الآلام منذ خمسة سنوات، إلا إنه كان يؤجل تنفيذ العملية حتى قرر أن يقوم بإجرائها أمس، خاصة وإنه خضع لتلك العملية منذ سنوات طويلة، إلا أن عاد انسداد الشرايين مرة أخرى في ساقيه الاثنين. وطمأنت زوجة الشيف علاء الشربيني جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، حيث أكدت أن علاء الشربيني خضع لعملية جراحية أمس بإحدى المستشفيات، حيث كان يعاني من مشكلات في الأوعية الدموية بالساق وتم استئصالها، مؤكدة أنه حاليا بحالة صحية جيدة. الشيف علاء الشربيني يقدم برنامج أحلى أكلة على قناة أون إي، وهو واحد من أشهر مقدمي برامج الطبخ. شاهدوا صور زفافه بحضور الفنانة المصرية الكبيرة فيفي عبده.